خليل بن إبراهيم الزياني من مواليد عام 1947 للميلاد في مدينة الدمام شرق المملكة العربية السعودية. عميد المدربين الوطنيين السعوديين وأحد أركان النهضة الرياضية السعودية، قدمه نادي الاتفاق كلاعب ومن ثم كمدرب. إن شاء الله نضمن الجمهور السعودي على أن فريق السعودي راح يقدم مستوى جيد إن شاء الله. استحق بعدها أن يقود تدريب المنتخب السعودي لتتحقق على يديه أول بطولة للسعودية عندما أحرز كأس الأمم الآسيوية عام 84 في سنغافورة. خليل الزياني سيد مدربين آسيا بكل جنسياتهم. بدأ الزياني كلاعب في نادي الاتفاق منذ عام 1962 ميلادية، وكقائد للفريق الأول منذ عام 1965 ميلادية وحتى 1972 ميلادية. حقق مع الاتفاق كلاعب كأس ولي العهد عام 1965 ميلادية وكأس الملك عام 1968 ميلادية، بينما بدأ التدريب كمساعد مدرب للفريق الأول منذ عام 1973، فيما تسلم زمام الأمور الفنية عام 1976. ومن هنا بدأ مسيرته التدريبية المعطرة بالإنجازات والبطولات التاريخية. درب الزياني فريق الاتفاق موسمي 1976 و1977 ميلادية، كما درب المنتخب الأول من عام 1984 وحتى العام 1986 قبل أن يعود لتدريب نادي الاتفاق، لكنه رحل في فترة التسعينيات لتدريب أندية القادسية والنهضة والهلال. وفي بداية الألفية الثانية أعلن الزياني اعتزاله مجال التدريب، وأصبح عضواً في الاتحاد السعودي لكرة القدم باللجنة الفنية ولجنة المنتخبات، ثم محاضراً في الاتحاد الآسيوي، وأيضاً عضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باللجنة الفنية. الصقور العربية وبيتفوقوا بخمسة أهداف، تذاكر فرست كلاس إلى لوس أنجلوس. أما بالنسبة لبطولاته وإنجازاته كمدرب مع المنتخب السعودي، التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس عام 1984 للميلاد. يصنع هذا الرجل المحمول على الأعناق المعجزة ويحقق خمسة أهداف لفريقه مع نادي الاتفاق بطولة كأس الخليج عام 1983 للميلاد، بطولة الدوري السعودي عام 1987 للميلاد بدون أي خسارة، مع القادسية كأس ولي العهد عام 1992 للميلاد. حين كلف الزياني بتدريب المنتخب المتعثر في كأس الخليج بهزيمة كبيرة من العراق، الأغلبية لم يكونوا ينتظرون أكثر من لملمة المنتخب المتبعثر، لكن الزياني فاجأ الجميع بأن قدم منتخباً مختلفاً وممتعاً ومنتجاً، فوصلنا للأولمبياد بجدارة. ذهب المنتخب مرة أخرى لسنغافورة قبل نهاية عام 1984 ميلادية، وعاد بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.